فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرج المنفرد من صلاة النافلة قبل أن يجلس للتحيات، إذا خرج المنفرد من صلاة النافلة قبل أن يجلس للتحيات ليدرك صلاة الفريضة خلف الإمام، هل عليه؟ إذا إيش؟ إذا خرج المصلي من صلاة النافلة قبل أن يجلس للتحيات وذلك ليدرك صلاة الفريضة خلف الإمام، فهل عليه أن يسلم أم يخرج دون تسليم؟ التسليم عند تمام الصلاة، هذا ما أتم الصلاة فلا يحتاج إلى تسليم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحريمها التكبير وتحليلها، تحليلها التسليم، هذا ما بعد كملها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.